نصف عام كامل على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة، أو بالأحرى انسحابه منها، وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها، أمر يصفه كثيرون باستبدال احتلال بآخر. فشل ذريع حتى الآن في السياسة المتبعة بالمدينة. هذا الحاج يدخل إلى منزله من باب دون باب، متأملا متحسرا في الوقت ذاته على ما مضى. يا ابن أخوي، والله شايف هذا بيتي اتدمر وما عندي لا إمكانية وما حدا جاني، لا حدا ساعدني، لا منظمة لا شيء، وهاش اللي انت شايفه، ولا حدا ساعدني وما عندي والله شيء. رغم الترويج الكبير لعودة الحياة إلى المدينة، إلا أن الدخول في تفاصيل شوارعها وأسواقها يثبت خلاف ذلك تماما. فرغم افتتاح بعض المحال التجارية والأسواق، إلا أن عدد السكان قليل جدا، وذلك ما يفسر بعدم إزالة الركام ومخلفات القصف بأكثر من 6000 غارة جوية قبيل تسلم قصد للمدينة. تضحية الماء هي ما يطلبه السكان هنا. وبالنسبة للطرق العامة، الأوساخ، الركام، يعني مترجى للمسؤولين اللي واصلين بس يشيلون هالركام ويسعب هالمي، بس هالشغلتين. هناك من يفسر إهمال قصد ومؤسساتها للمدينة بأنها ليست دائمة فيها، بينما يذهب آخرون إلى أن الغاية هنا تكمن في كسب ما يمكن من دعم مادي بذريعة إعمارها، كما حصل في معركتها أصلاً.